هلو، كيف حالكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ مش عارف وش بحكي. هلو، ها عشان تشجيع متابعي. هلو، مرحبا يعني اخوان، كيف تصبحوا؟ هلو، كيف حالكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ تعرفوا مين انا؟ بدل تفوت اسامه جهاد. انا اسمي اسامه جهاد. اول شيء كيف حالك عبد الوارد؟ تمام بخير الحمد لله. ابو مروان تصفنش في زي هيك، تصفن في الكاميرا لو سمحت. المهم يا جماعه، اليوم في عندنا زي تحدي صغير. تمام، كل واحد فيكم بما انه يوتيوبر اكيد تعرف يوتيوبرز اصحاب لإلك. لا ما لي اصحابك. ما لكش اصحاب؟ اوكي، شوفوا يا جماعه شو قصتنا اليوم. اليوم كل واحد فيكم وحتى انا كمان معاكم راح نرن على اثنين يوتيوبرز اصحابنا. الاثنين اول مره، اول تليفون بدنا نرن على يوتيوبر نحكي له ايش؟ انه انا عملت مشكله بالشارع وحاليا انا بمركز الامن ومحتاج واحد يجي يتكفلني عشان اطلع، ونشوف راح يفزع لك ولا ما راح يفزع لك، ونشوف رده الفعل. اذا عجبتنا رده الفعل على التليفون الثاني كملنا نفس الشيء، ما عجبتناش بنغير الفكره على التليفون الثاني. اتفقنا؟ اتفقنا. نبلش بمحمد مروان. يلا تفضل سيدي. عندك ترين؟ سعد زغلول. اوكي، معانا سعد زغلول. الو، كزنتي. اسمع، الحقني يا سعد، انا الشرطه مسكاني في شارع المدينه. ايش؟ الشرطه مسكتني في شارع المدينه وبدي حدا يجي يتكفل. وانا مالي، روح فكر الله. اسمع، ايش يا سعد؟ طول بالك يا زلمه، انا عمال بقول لهم هذا حزام الدار، انا بشد فيك ضهري، يخرب بيت سنينك. ماشي ماشي سعد، شكرا، انا بتكفل. مين رام؟ انا اسامه الشرطي. انت اسامه الشرطي؟ الله يخرب بيتك، وانا قلت سعد هو اللي بي والله وحش يا سعد، يسعد دينك، يسعد قلبك. يلا شكرا شكرا ليلك. لا ولا يهمك، جاهزين. هلا هلا، سلامات. خلص اسمع، لما شو اسمه اي شيء هيك ولا هيك بنحكي معك. ماشي، يلا سلامات. باعك على اول كورب سعد، سعد الزغلول عندي. تفضل يا سيدي. ده وحش، سعد الزغلول وحش. عن مين راح ترن؟ حسن الجمله. حسن الجمله؟ اه ماشي، يلا حلو. حلوت. اي انا فاجئت على فكره. اتفاجئت؟ انت الك ساعه من 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 ابصر قديش هو بهت قاعد. ايه بس بس شايف قصه حبس، بدك ترجع له. ايه والله باعوكم. عم افرق الطريق. انا واحد ثاني. ايش يا اخوان؟ هل انت تعمل فينا كذا ليه؟ مين؟ هنداوي. سامر هنداوي. والله صاحبين عليك سيفون يا اخوي انت. طيب قاعد كلهم. الو؟ الو؟ كيفك اخوي؟ اسمع. هاي قلبي. انا جنبك، جنب الدار تقريبا عندكم بالحاره، وقفتني الشرطه وناسي هويتي وناسي كل شيء، بس بدهم كفيل عشان يطلعوا يتركوني. طيب. بس تجيني على الشارع عندي سوبر ماركت فوق على الطلعه، على مركز امن المهاجرين، تعرفه؟ ايش يا اخوي؟ سكر عليك. تعال برجيكم الكفه، تعال. اوكي يا جماعه، هسه راح ارن على منتصر جلامدي. الو؟ اهلا. منتصر، اسامه معك. اهلا اسامه. اسمع، هذا عبد الوارث المجنون ضارب شرطي. اهلا. ضارب شرطي بشارع المدينه، فجيت ابزع له للشرطي ماخذني معاه، بقول لي تعال انت معاه، قلت له عمي ماليش دخل انا. لما فهمتهم قال لي طب خلاص انت هسه صرت مع صرت محبوس معنا، فخلي اي حدا من اصحابكم، اي حدا من معارفكم يجي يتكفلكم. اسمحيني جنبكم بالضبط، تعال بس شو اسمه، بس كفلنا وضلنا طالعين مع بعض. ما هو انا جاي، مو هسه يطلع مقلب. يسعد دينك، شفت كيف لك؟ انا اصحابي من شتين عشان تعرفوا بس. يسعد دينك يا منتصر. انا حسيت انه مقلب، انا عم بحرك، ما عندي مشكله، باجي بتكفلك بين عيوني وراسي، لا يطلع مقلب اصلا. بحكي لامي ولك كفو كفو. عندك محمد مروان رن على صاحبه قال له انسى فكره منك، ماليش دخل انا. اي سلام جنبي، شكرا شكرا حبيبي حبيبي منتصر. وقناتي في الديسكريبشن. قناة منتصر يا اخوان بالديسكريبشن، قاطع عليها. يلا ماشي يا اخوي، بدك شيء؟ يلا حبيبي. سلامات سلامات. شفت كيف اصحابي؟ يسعد دينكم اصحابي، هيك بدي اياكم، يسعد دينكم. عمر ابو الرب معنا. الو؟ اه يا اسطى. اه عمر. مش سامعك، الف عمر. عمر؟ اه. انت وين؟ ماشي في الشارع كده. طيب تقدر تجينا على على شارع المدينة بسرعة؟ لا شوي شوي. اه من طوش مع واحد والشرطه واخدان، لازم حدا يجي يتكفل. يا زلمه لازم واحد اردن يجي يتكفلنا، عشان مصري لازم واحد اردن يجي يتكفلنا. يسعد دينك يا عمر. ولا كنت اصحابك ما بيحبوك، والله ارجع مصر. كلمك لا يا كلب. عمر، انا اسامه جهاد، قبل شوي محمد مروان رن على سعد زغلول نفس الاشي حكى له، فيش حدا بحبه. انت حاليا على فيديو على يوتيوب. هلا اهلا متابعين محمد مروان.
وسامي الجهاز. حبيب القلب، يلا شكرا شكرا ليلى. يا حبيبي سلامات سلامات. لوي يلا مين دكتورين؟ هذا دحوم ابن عم ابو سروال معانا. انا ما حدش طايقني يا زلمه. يلا انا بطيقك. الو اخوي الحقك علي، قاعد برن عليك بس الامر ضروري. سحب عليه. الو بصلي بصلي الله يتقبل يا اخوي. بصلي الله. طيب نرن على حسن، حسن الجملة مرة ثانية، هذا يعتبر سحب عليك صديقي. ايش عم صلي شو بدي اسوي؟ شو مشكلتي والله؟ كان مردش يعني. حسن بردش، شكرا لك. اوكي دوري، اخر واحد انا عشان اثبت لهم اني انا الفايز. حمزة هذا مؤاخذة، انت خلاص امسح الارقام هاي من عندك والله صدقني. اسمع. الو حمزة. انت وين؟ شو في؟ وينك بسرعة احكي لي. شو في؟ إذا بحكي لي وينك؟ بابدون. طب اسمع اسمع، بدي اياك تمر على شارع المدينة على السريع، عبد الوارث كان يصور بتجربة اجتماعية ومتطوش هو واحد ضاربه، فإجا الشرطة عليهم، إجا الشرطة عليه رن علي قال لي تعالي بسرعة في زعلة، رحت عند الشرطة ودقينا ببعض. طب ماشي بس بدي وقت. ماشي ماشي بستناك، بس حكولي حكولي خلي حكولي خلي أي حدا يجي. ماشي اسمع، حكولي أي حدا يجي خليه بس يتكفلكم على السريع وخلاص، ينحلت القصة. يتكفلوا وين؟ هينا بمركز أمن، شو اسمه؟ مركز أمن شو اسمه؟ طلع العلي. هسه اجي؟ تعال تعال باوبر كريم تاكسي اي اشي وانا بعطيك بحاسبك لما تيجي. طب يلا. ماشي ماشي حب. يلا. اسمع. تعال تعال تعال. شفت يا اخوان؟ انفبرك انفبرك مزبط غلط. قسما بالله ما حكيت مع حدا، هسه بعطيك تليفوني بتشوف. مزبطها حمزه حمزه. احنا قاعدين بنصور فيديو، الحمد لله انت يعني يسعد دينك انك انت فوزتني مبدئيا. يا اخوي اقسم بالله هاي كنت بدي اطلب اروح تحبل زي مسعد دينك، كنا نمزح والله يا حب. خلاص يلا ماشي ماشي. يلا باي. ماشي حمزه سلام. اخوان عشان تعرف انه انا اصحابي كفو كفو، وانت اصحابك مش كفو كفو. لا لا استنى استنى، انا في واحد هسه في واحد كان جاي بستني ما رد. هسه اقول لكم شو الفرق. هسه اصحابك لا لا اصحابك كفو، بس انت اللي مش كفو، انت راجع نفسك شو عامل معهم عدم مؤاخذة. يعني انا اصحابي رنيت عليهم اثنين قالوا لي ابشر. مفبرك انا متاكد انه في. لا مش مفبرك. مفبرك صح. طيب بسم الله، شو بتحب تتعاقب؟ شو العقاب يكون؟ تفضل يلا. انا ما عنديش اصحاب يا زلمه. يا اخوان في رقم تحت للتعارف عشان اخوان بدنا نترك لكم رقم محمد مروان تحت، بتمنى انه تعملوا صحبه معاه وعلاقات لانه حزين طلع زعل. دحوم دحوم هاي هاي صاحبي يلا هذا صاحبي انا اخوي انا اسف حقك علي. هلا حقك علي يا دحوم اسف قلبي. اسمع مين عندك هذا اللي قال لك رنت؟ اخوي اسمع انا بس لانه العمر ضروري عشان هيك كنت عندكم بصور قريب منطقه بماركه تجربه اجتماعيه وصار معي مشكله والشرطه اجت سحبتني بدهم بس حدا يتكفلني ما حدا قريب علي. تقدر تجي؟ وين وين؟ عند ماركه الشماليه بعرفش وين انا بالضبط، ابعث لك اللوكيشن تجيني؟ قلبي والله يعني استنى. طيب شو اسمه؟ كم بدك وقت طيب؟ كنت بصور يعني. كنت بصور تجربة اجتماعية وصار فيها ضرب واجت الشرطة وابصر ايش ومن هالقصص. طيب عطلي كيف بدك تبعث اللوكيشن انت عامل مشكلة؟ يا زلمة انا عند مخفر اذا بدي حدا يجي يتكفلني. طيب يلا يلا بستنى. اسمع يا زلمة يسعد دينك يا زلمة الله يسعد دينك. اسمع قاعدين بنصور مقلب عند سامي جياد. يسعد دينك قلبي قلبي والله يسعد دينك. خلاص خلاص عامل حبيبي حبيبي بصور لمين؟ لا كل لا محمد مروان بعيط خلاص. لا اسامه جهاد خلاص خلاص. حبيبي دحوم هلا 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 سلام عليكم. هاي اصحابي خسران بالاداره. هلا سامحوني يعني كمان ما عنديش اصحاب. اسمع اسمع استنى شوي. اوكي اوكي خليني اتكلم. انت نازل في مجال اتصل لك سنتين. مجال دخل انت هذا الفيديو على قناتي، كل واحد له قناته. احكي اللي عندك تفضل. استنى شوي يعني لا عندي اصحاب وانا مغترب وظروفي صعبه وكمان بدك تعاقبني. بدي اعيط لي قدامك. طيب اسمع عشان اسمع خلاص خلاص. بتثق بمتابعينك ولا ما بتثق؟ بتثق بمتابعيني ولا ما بتثق؟ متابعيني بحبوك والله. بتثق بمتابعين عبد الوارث ولا ما بتثق؟ يا جماعه الموضوع عندكم، انا بالفيديو هذا ما راح اعاقب محمد مروان، بس الموضوع عندكم. كل حدا بيشوف الفيديو يكتب لي بالتعليقات ايش بدكم نعاقب محمد مروان بالفيديو الجاي، واذا ما بدكم احكوا لي لا ما تعاقبوا بالفيديو الجاي. الموضوع عندكم يا جماعه، شوفوا اذا بيستاهل خير على الله ثم عليكم وما تعاقبوني يا جماعه الخير. عندهم الموضوع. طيب يا جماعه قنوات الشباب مبدئيا في الديسكربشن، بتمنى انه كل حدا بحضر الفيديو اذا مش مشترك بقنواتهم اشتركوا بقنواتهم. شكرا كثير لكل شخص وصل بالمشاهده لهون، انت حدا كثير سفاح وحدا كثير فخم وان شاء الله القادم اعظم واجمل. تحبوا تحكوا شيء يا جماعه؟ اخوان عاقبوا عاقبوا محمد مروان تحت التعليقات. الله انك نتن احكي لهم شيء. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وبحبكم كثير ما تعاقبونيش. عاقبوا يا اخوان مشان
ما شو كنت قال؟ طيب يا جماعة بنشوفكم إن شاء الله بالفيديو. يلا يعطيك الف عافية يا جماعة، سلام.